شباب خلي بس اقعد 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 يا عم وتكتيك المقاومة في قرانا ومدننا ومخيماتنا في الضفة الاحتلال من غزة فإن هذا الرحيل هو رحيل جزئي علينا أن نتمسك بالانتفاضة علينا أن نتمسك بالمقاومة حتى يرحل الاحتلال من كل شبر على طموحات هذا الشعب العريق نعم اليوم يرحل الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني عن جزء من أرضنا وذلك بفعل المقاومة الباسلة.